أنا أبو راشد، افتحوا الباب. وينك أبو راشد؟ أبو راشد، إذا كنت رجال اطلع، هيكني عم استناك. اطلع إذا كنت رجال. الله يخلينا اياك يا ابي. الله يرضى عليك يا ابني وعلى اخواتك. الحمد لله اللي شفناك بخير عمو. الله يسلمك عمو، بسطنا بشوفتك عمي. الله يرضى عليكي. مين هذا اللي معك؟ هذا من لحمي ودمي، ابن عمي. بقولك لسه ما بيكون طلع من الحاره يا غبي. الله وكيلك يا سيدي، الحاره كلها محاصره. بتروح بتدور عليه بتجيب لي من تحت تقطيع الارض، فهمان؟ امرك سيدي امرك. نلع شو هالغبيات؟ ابن عمي تعال اقعد معنا. فادي يا وداد بيطلعوا سيفور، ما في مشكله. هدول عوينية صبري عم بيحوصوا برا، شامم ريحتهم. إيه لكان؟ أنت قاعد هون في ومي وآكل شارب نايم، وأخوك راشد وشاكر عم بيتأهرموا بالبراري. يا أبي الله وكيلك الله وكيلك، ما لقيت قرني أهرب عليها غير بيت الأنسة وداد والأنسة فادية. إيه ماشي الحال، منيح اللي فكرت تجي لعندهم. هدول البنات غلاوتهم من بناتنا. الله يسلمك يا عمي أبو راشد. أنا بتشكركم إنه خبيتوا ياسين عندكم، وهذا معروف ما رح أنسالكم يا بعمري. والله يقدرني يرد لكم يا بأحسن. ولو يا عمي أبو راشد، نحن أهل. قومي فادية، قومي خلينا نعمل كاسة شاي لعمك أبو راشد، خليه يروق دمه. ما في لزوم عمو، ما في لزوم. ليش عمي؟ بسرعة بتصير كاسة الشاي. إيه ماشي الحال. عم تطمن على أمك وخالتك؟ ايه يا بي، هنن عم بيجوا يزوروني. ايه بعرف يا بي بعرف. بتعرف يا بي؟ ايه لكان يا بي، شو مفتكر انه ابوك ما عم بيسأل عنكم؟ انا بعرف كل واحد منكم شو عم بيساوي. يا بي طمني، كيفن اخواتي؟ بخير يا بي بخير، بس انا قلقان على هالحرمات اللي قاعدين بالبيت. الله يكون معهم. امين يا رب. سيدي ما لقيناه، بس العناصر عم تدور. أيوة، أصبح بتحاصروا الحارة، ما بتخلوا الدبان يطلع منها، فهمان؟ فهمان. وينك؟ بكرة بكرة الصبح بكير بتحرطوا بيوت الحارة حرط كلياتها. أمرك سيدي أمرك. وينك؟ نعم سيدي. ما تخلي العناصر يروحوا من هون. لا لا لا، خليهم قدام الباب. اي اي أمرك أمرك. كيف بدك تهرب يا عمي أبو راشد؟ هذا بيت جدي وأنا حافظ كل شبر فيه. ايه عمو، بس شلون؟ يا ما طالع على الأساطيح ونازل من الحارات التانية. أبي الله يرحمه كنت لما أتأخر بتجي على البيت يقفل باب البيت وما يخليني فوت، قوم أنا أطلع من على الأساطيح وأنزل على البيت، تاني يوم الصبح يلاقيني بغرفتي. يا الله يرحمك يا جدي. بدي إياك رجال مثل ابن عمك رسلان، طلع فيه شوفه. أهلين ابن العم. أهلين ابن العم، الله حي شاربك. ميت أهلين. شرف، خلينا نمشي، رح يطلع الضوء دائما يا صبايا. صحة وهنا رسلان أفندي. خليك عنا عمي. ما بنقدر يا بنتي، ما بنقدر، لازم نمشي. خلينا نشوفك عمي أبو راشد. إن شاء الله. يا ميت أهلا وسهلا، دير بالك على حالك عمي. يا ابني الحقني منشان دلك على الطريق، صار ما صار منشان تعرف تدبر راسك. وجب يا ابي. يلا خاطركم. مع السلامة. Thank you.
هلا ابنك ياسين قاعد كل المدة عند رجلي بيك؟ ايه ابو عزيز ايه. والله شغلي ما تتصدق، يعني ما علي خطر من صبري؟ لانه صبري ما بشك انه بنات رجلي ممكن يخبوا ولد من اولادي عندهم. فتش كل بيوت الحارة ما عدا بيت رجلي. كتر خير الله. بس ما قلت لي ابو راشد وين قاعد انت؟ عند ابن عمي ابو رسلان. ابو رسلان البغجاتي ما غيره؟ ايه ما غيره. وبيكون ابن عمك كمان؟ اللزم ابو عزيز اللزم. الله محيي اصله. ومحيي اصلك. هلا انا من ناحية ابني شاكر وياسين مرتاح كتير. وراشد لا تاكل همه، قاعد عند جماعة لكيف كيفك. ايه بعرف، عند ابو حيدر. تعرف؟ ابن عمي محون. ليش مين ابن عمك؟ اسمعوا لا، بتقول لعمك ابو راشد ولا راشد واخواته، فهمن انه شلهوب حيجيبن واحد واحد ويشنقهم بالقلع، مفهوم حبيبي؟ سرقين. الله يوفقكم بجاه النبي. لك يا أميرة، شغلة وتعودنا عليها، ليش الزعل والخوف؟ لك شلون ما بدك يعني ازعلوا؟ بدهم ياخذوا أبي وأخواتي على المشنقة ليشنقوهم. لا لا أميرة، هذا الحكي سمعنا منه كتير، مو هيك بشيرة؟ شوفي أنو حكي؟ شلهوب قال بده ياخذ عمي أبو راشد وجوزك ليشنقن بالقلعة. كشبرة وبعيد، مين قال هالحكي؟ شلهوب هلأ قاله لأبن ضرتك. يبعت له حمى أبن ضرتي. مين هو؟ أبن ضرتي البوم. ييه؟ ليش عم تسبي على أبن ضرتك؟ هلأ بتزعل أم أحمد؟ تضرب هي أولادها وزعلها منيح هيك؟ عيب عليكي تحكي هالحكي بشيرة؟ وإنتي كمان تضربي معهم. لا تزعلي لا تزعلي منها، هي خايفة على جوز أختي، ما بتعرف شو عم تحكي. ليش أنت كمان مانك خايفة على جوزك ياخدوه على المشنقة؟ ليش جوزي كمان رجلي بتدق؟ ليش ما سمعتي شلهوب شو قال؟ لك إن شاء الله بيشنقوك من ريف عيونك يا شلهوب. الله لا يوفق. شو شلهوب أفندي، لقيتوا شي؟ لا والله يا مختار ما لقينا شي. حضرتك بدنا الإذن منكم يا أنسات. ما فهمت عليك سيد شلهوب. بدنا نفوت نفتش البيت. ومشان شو بدكم تفتشوا البيت؟ يعني خايفين يكون فات حدا لعندكم نص الليل وأنتم مو حاسين عليه. حدا؟ ومنين بده يفوت هذا الحدا؟ والله من وين ما بعرف، أنا من شان سلامتكم. بعدين أنت ليش معصبة؟ أنا ما رح اسمح لحدا يفوت ويفتش هذا البيت. شبك شلهوب؟ شو نسيت لمين هذا البيت؟ هذا بيت رشدي بيك. الله يرحمه، بعرف، بس أنا مشانكم. روح قول ليلي باتك إنه بيت رشدي بيك ما بيتفتش. يا أمرك، بس ما تزعلي، خاطركم. الله معك. الله قدامي. دخيل الله على جمال يا ويدات غانو، على واه تصيري مرتي، على واه نياله يلي بده يتجوزك، نياله. حاولي. علي الحلال علي الحلال انك بنت رجال يا ويدات. انا ما بعرف منين جتني هي القوه حتى ارد على شلهوب وامنعه يفتش البيت.
يلي ساويتيه هو الصح اختي، لانه نحن ما لازم نورجيهم انه ضعاف ومنخاف منهم ومنصبري. وانا بتشكرك على الوقفه، من كل قلبي بتشكرك على الوقفه اللي وقفتيها معي. انا ما عملت شيء. بعدين انا لازم احمي حالي ولازم احمي اختي. نحن بنات لحالنا وما حدا بيوقف معنا. مثل ما انك شايفه يا ياسين، الحاره كلها تحت رحمه صبري اللي ما بترك من شره حدا. ايه بس الا ما يجي يوم ويرجع كل شيء لاصله ويرجع كل حق لصاحبه. ايمتى يا ياسين؟ ايمتى؟ ان شاء الله ما لها مطولة، ما لها مطولة. قلت لي بنات رشدي بيك ما خلوك تفوت على البيت وتفتشوا ما؟ ايه والله يا سيدي، شايف؟ بسيطة. روح على الحارة وكمل شغلك. وبيت رشدي شو؟ لا 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 اتركهم، ما في داعي. أصلا أنا بعتك مشان أتأكد هيك من شغلة صغيرة بس. سيدي شو هي الشغلة؟ خلاص وروح على شغلك. أمرك سيدي. شلهوب. مور سيدي. بتجيب شوية عناصر خليهم يناموا هون بالبيت جوا. بالبيت جوا سيدي؟ إيه بالبيت. أمرك سيدي. شو؟ والله أوياني يا وداد. بس بيطلع لك يا عمي شو هالحكي.